برنابيو مع مساعد زين الدين زيدان والحديث بينهما. طبعا تعليمات أعطيت للاعب، تعليمات يريد ربما كريستيانو أن يمرر خطابا لزين الدين زيدان في هذه على يوفنتوس 3-0. كارباخال البحث عن كريستيانو، عنده الكرة إلى ويلعب بيني ساول وراموس، ثم من هنالك ديغو كوستا متسلل، حكم المساعد يشير برأيته إلى وضع التسلل من ديغو كوستا هذا الماكر. بالنسبة للريال كرة خطيرة، توني كروس ومارسيلسيو أسنسيو، الدفاع من هنالك الثانية للوكاس فاسكيز كنيا سافيت مراقب رونالدو، الكرة رائعة، رونالدو في القائمة الثانية كاد يفعلها ويفتح مجال التسجيل. رأسية أولى هل كانت من جاريت بيل، الثانية ببطن رونالدو كاد يفتح مجال التسجيل. هاي اللعبة لم يكن هناك وضعية، دخل جاريت بيل، مارسيلو الكرة العرضية البعيدة الرائعة الممتازة، رجع فيها الدوري اتلتيكو مدريد، قال بأن الريال الحكم يقول لا، ضربة لم تكن متعمدة وليس هناك ضربة جزاء، كان قريب جدا من اللقطة. خبير ريسترادا فرنانديز لكارفاخال، كارفاخال يرفع كرة في القائمة الثاني وتلعب بسرعة خطيرة فيتولو ومارسيلو، لذلك كاسافيتش وجودين الركنية في القائمة الثاني وبالرغم ديغو كوستا راموس، يا راموس يا راموس من امام ديغو كوستا، من حسن حظك الحكم اكوفاسيش. رونالدو الكره بجاريت بيل، رونالدو لا لا، هو اللي نشط اللقطه، استلمها وسلمها، راوغ باليمنى وسدد باليسرى، كاد يباغت الحارس سول، هاي الكره هذه لفريق اتلتيكو مدريد والدفاع. توني كروس يستعد لنفذ ركنيه عاليه رائعه بالراس والدفاع، سانسيو بعيدة التمريرة في العمق خطيرة، ولا لا خروج رائع من كيلور نافاس. ثانية مارسيلو بينية رونالدو، مارسيلو دخل، مارسيلو ستكون خارجة من أسنسيو، الدفاع يدخل من هنالك، يرجع ساول نيغيز، ساول نيغيز يرجع لي ديغو غوتيلو، يتريز مارسيلو يوزع كورة رائعة والدفاع، لوكاس فاسكيز أو كارفاخال، كارفاخال استحوذ، ولكن الأتلتيكو غالق بشكل رائع جدا اللعب على لاعبي فريق ريال مدريد، خلالهم الأطراف أوكي لأنه مش ممكن، خلفها يرفعها رائعة غريبيل، جول ما زالت الخطورة، رونالدو رونالدو جاريت بيل يقطع الكرة للعبة رونالدو الخلف، بارتي مرة ثانية يرجع لساول نيغيز، كرة خطيرة دوغا ديغو كوستا كاد يخدع الريال، ديغو كوستا بمكره كاد ينفذ كما ينبغي بالرأس، ديغو كوستا الدفاع، ومرة ثانية الرفيق كوفاسيت التوزيع، لحق من أمام كارفاخال، ديغو كوستا ما زال، ديغو وكارفاخال يتفوق والحكم يقول تمس، يحتاج ديغو كوستا على حكم المباراة، أما إذا صار نقطة واحدة فيتواصل السيرة نيجيز، لا لا